خليه، لا تردين عليه. لا ترد. من اللي لا ترد عليه؟ على محمد. ومحمد ليش يدق عليك؟ يمكن انه فوق الخمسة اشهر يوم ما يجي بيتنا وياخذ جزاء للمدرسة وجيب لنا قهوة وفطاير ويعتبرنا من اهله. او يمكن لانه خطبني منك وراح واشتغل عشاني. او يمكن لانه الانسان الوحيد اللي فاهمني واللي يحبني من قلب، عشان كذي هو داق علي. ما يفهمك الا اللي عاش عيشتك. صحيح يمه، او اللي يحبني من قلب. تعالي تعالي تعالي، انت منين جايبه هالكلام؟ من نجيب محفوظ. مو صدق قاله؟ ما ادري يمه، هي تقرا واجد كتب، يمكن قاله. ايش دراني يمه؟ انا بروح اشوف جزاع جوري. تعالي تعالي خذي هذه الدبه، مشيها معك يمكن تغير نفسيتها الخايسه. من عيوني يمه، انا اعرف لها، لا تحتين. لحظه لحظه، لا تصغر القول يا ولد. ما له خلق قنط، ما له خلق قنط. جيبها جيبها. الله الله. بعدين لا تقول حق امي الفتان. روح ما في ماي، شو نغسل فيه؟ اي بس لا تقولي حق امي. الله اكبر. سويت ليش انت كذي؟ شلون كذي حاطته انت؟ يا بنات يا عيال، يلا الغداء جاهز. جزاع نادي اختك بدريه. يلا انتحشوا انتحشوا. ان شاء الله. جزاع الله يرحم والدك، طاسه ماي غسلين. يلا. غسل مين؟ الله يسلمك. تعال تعال. يلا ما في. ايه. حد يزعجني. شو فيها؟ اليوم بعد عورت قلبها. بدرية. أنا نايمة. شلون نايمة؟ قاعدة أسمع صوتك. أمي تقول استعالي عشان ناكل. خير، إيش عندك؟ يا بدرية الله يهديك، يلا خلصينا، نبي ناكل.